الأمريكية سابرينا باسترسكي تبلغ من العمر 25 عاما، تدرس دكتوراه الفيزياء في جامعة هارفارد، تتمتع بذكاء حاد منذ طفولتها. صممت طائرة خاصة وعمرها 12 عاما وصنعتها خلال عامين، ثم حصلت على رخصة طيران وحلقت بها. انضمت لمدارس الموهوبين لتفوقها في الفيزياء، حققت أعلى نسبة ذكاء في العالم في اختبارات الذكاء، تم قبولها في معهد ماساتشوستس للتقنية الأكثر صعوبة في العالم. قبلها بسبب نجاحها في صناعة طائرتها الخاصة. تتمتع بثقافة عالية ومن المتحدثين المعروفين، طلبتها وكالة ناسا للعمل معها، وهي الآن أحد باحثي الوكالة، قدوتها أينشتاين، وتعمل على حل مسائل فيزيائية معقدة. شاركنا، هل تعرف فتاة في محيطك ذكية ولم تجد فرصتها؟